احنا كنا كيعرف بان الساده البرلمانيين راه عندهم كيحضروا في الجلسه العامه وكيحضروا في اللجان، وغالبا اللجان كتشتغل اكثر بكثير ولها برامج كثيره اكثر من الجلسه العامه، وبالتالي ما نقدروش نقولوا ان البرلمانيين ما تيحضروش، ولكن غالبا ان الحضور موجود. وثانيا كاين نظام خاص لمجلس النواب الذي ينظر في هذه العمليه من حيث الحضور ومن حيث الغياب. كل ما نطلبه نحن من جميع المغاربه داخل المؤسسات ان يحترموا القانون. غياب الوزراء كتعرفوا دابا كاين اكراهات كثيره زمنيه، وعدد الوزراء الان تقلص، وكتعرفوا الثلاث شهور يعني ديال التاسيس وديال العمل وفي نهايه العام، وكاين بزاف د الحوايج، ولكن الحكومه تتعاون مع البرلمان في اطار دستوري محترم. الساده الوزراء كيبذلوا مجهود باش يحضروا يعطيوا الواجب ديالهم، كذلك الساده البرلمانيين، لانه تنشيط الحياه السياسيه في العالم راه هو التنشيط ما بين التفاعل ما بين البرلمان وما بين الحكومه، وما وقع فهو تفاعل. وتفاعل يعني ليس بالضروري ان ما وقع هو شيء سلبي، بالعكس تفاعل وتجاذب، وكل مؤسسه تطالب بانها تكون عندها احترام وتقدير، واعتقد اننا سنسير في هذا الطريق بشكل اعتيادي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.